تسجيل سوري. لا شكلها بس كان سند عندي باحة كده. اوكي شكلها تيجي تمام. سو جي كي فلو فلوب عادي، فبوريكم ليش انا قلت خغطي لانه اول مره تشوفوها في حياتكم. فجود اكزامبل انه انا استخل اليوم الليكتشر عشان اوريكم انه يس اتس بوسيبل نو بروبلم. فلاحظ انه اول مره نشوف دائره فيها تو ديفرنت فلوب فلوبس. طيب الخطوه الثانيه وشو؟ ها الانبوت فاريبل الفاريبل صح؟ اخذ المعادلات ايه وشو الانبوت؟ لا اول شيء نعرف الانبوت الاسماء الفاريبلز. الانبوت هنا فاريبلز output variables و state. okay yes the input هنا x احسنت. output a and b state variables. well ممكن نسمي qa and qb. but ليش يعني نقدر نستخدم اسماء مختلفه؟ ف عشان نسهل على نفسنا ما دام هم متساويين اصلا اللي اي هي نفسها الكيو اي والكيو بي. او ممكن كنا نسميها كيو 1 نسمي هذا 1 وهذا جي كي هذا فليب فلوب 1 فليب فلوب 2 فنقول هذا كيو 1 كيو 2 بت يعني ما في داعي نقدر نسوي اسم اسم ثاني. ف يعني خلاص ليش سكولت اي ام بي هم نفسهم الاوتبوتس هم نفسهم فاريبل هم نفسهم لانه متساويين اصلا صح ولا؟ فليش نعذب نفسنا ونسوي أسماء ثانية؟ ما في داعي تحسها حشو زايد. نسميها A and B وخلاص. So وبعدين طبعا عندك ال next state هتكون A plus B plus. أحب أسمي A plus B plus بس زي ما قلت لكم يعني it's possible أنك تستخدم اي يعني في ناس تحب تستخدم شيء هذا تقول ممكن يكون في الاكزام فلازم ما تكونوا عارفين الشيء هذا. ففي ناس تحب مثلا تقول اوكي اتس اي ات تايم تي وابغى اي ات تايم تي بلس 1 في كارنت ستيت نيكست ستيت فممكن يستخدمون هذا. انا ما احب استخدمها طويله كتابتها طويل لكن عادي موجوده في كتب كثير في اكزامز واكسرسايزز حتى في توتوريالز عندكم. طيب الخطوة اللي بعدها نطلع الإكويجنز. very good. فنبغى أول شيء الأوتبوت إكويجن. أوتبوت إكويجن زي ما قلت لكم it's very easy. هو الأوتبوت ما في إلا نفسها تساوي الكرنت ستيت. وأنا حتى استخدمت نفس الأسماء. ف there is no equations really. it's just no equations. لأنه it's just A and B هما نفسهم current state. بالنسبة لل أو تبغى تقول none أو تبغى تقول easy أو خلينا نقول ملاحظة كما هي. outputs are same as state variables. Alright. Next, اللي هي next state variables. بس هنا ما أقدر أقول next state equations. function. لأنه عندي JK flip flop. حقيقة اللي أقدر أطلعه هو the equation حق J وال equation حق K. ما هو next state. It's not the next state. فهنا it's not the next state. It's flip flop inputs عندي 2 عندي من عندي D اللي حق الدي بي هذا بس ما في داعي احط دي بي لانه اصلا ما في دي اي اصلا الثاني مختلف. تبغى تحط بس ما في داعي. دي يساوي ايش؟ يساوي end of two things اللي هم ايش؟ A و X اتوقع وبي بار. بي بار بي بار second equation في second flip flop عندك J وعندك A.
هاي جي يساوي ايش؟ يساوي هذا ايش هذا؟ نور. نور حقت ايش؟ اي و اكس اي وعليهم بار. عليهم بار. عليك نور. ثاني نفس الشيء actually. k يساوي j يساوي same actually. Okay. Again, if you want to call it عفوا هذه a. وهذه بي دي بي. اوكي نكست ستيب نسوي ستيت اللي هو الجدول. جدول نعم ستيت تيبل. سو alright we have the inputs. Inputs. We have current state or present state. We have flip-flop inputs. Then we have next state. And finally, we have outputs. منهم عندك الانبوت عندك X. Current state عندك A و B. Okay. That's it. هذا هم الانبوتس في truth table. So نعبي truth table. لا دكتور ما في طريقة صار نعبي truth table أسرع من العادة. والله كيف تبغى نعبيها بسرعة؟ بس أنا الحل الوحيد أجي هنا وأقول three var truth وخلاص I will just take it from here. مثلا I will take this one أو مثلا تجي الحيسار كويس بعد حتى هذا. Yeah we can just paste it here ونخلص. يعني so we can do that if you want. It's على حنا هي يعني أسرع بس إنه يعني أقصد أنا يعني على طول بنفس الثانية كذا تسوي تروث تيبل. خلاص it's fine now let's يعني سرعت لنا few seconds الحمد لله كويس. Now flip flop inputs عندي هاي الفليب فلوب بس عندي D J A K A with D B. But then the next states A plus and B plus. Well, outputs actually هم نفسهم يعني هم نفسهم A B. فما نفس ال يعني نفس ال values اللي حنطلعها من هنا هم نفسهم هيكونوا. ما تسوي. أو لا بالعكس نفس ال values هذا they have to be here. نسوي الـ A and B. أنا أقول هذا ما تجيبون في اختبار لأنه طويل شوي أطول من العادي يأخذ وقت أكثر يعني يأخذ بس حلو بالعكس ما هو معقد يعني في simple يعني equations ما في شيء very simple equations أعتقد بالعكس سؤال حلو يعني. تمام. طيب تمام سؤال حلو. Now equation أسهل واحدة أي واحدة نبدأ نسوي or A or X ونقلب نسوي بين or وبين X و A ونقلب. أوكي أوكي so or يعني هذه حتكون أصفار وهنا حيكون وحدات صفرين وحدين بعدين حنقلب يصير وحدين واحد واحد صفرين وهنا حتكون كلها وحدات مع or حنقلبها أصفار
very good. كي حتكون exactly the same اللي مهلي اللي زندقي هلي easily. شفت كيف سهل سؤال بلاك سهل ما ياخذ وقت. DB عبارة عن A and B bar. لازم نسوي A and B bar. A and B bar. أوكي. طيب لما تكون A صفر حتكون هي صفر. إذا عندي صفرين هنا وصفرين هنا. بعدين لما البي بار تكون صفر حتكون صفر. البي بار صفر حتكون هنا في الوحدات. فإذا هذا صفر برضو وهذا صفر برضو وهنا صفر برضو وهنا صفر في الأخير. بقت هذه. هذه إيش حتعطينا؟ هذه حتعطينا A and B bar معناته 1. نفس الشيء. أوكي. Very good. Alright. Now نبغى نشوف النكست ستيت. طبعا عشان نشوف النكست ستيت لازم نجيب الإكسيتيشن تيبل حق الجي كي. اللي هو لما يكون عندك النكست ستيت. current state هنا والnext state هنا. What happens to, what should be j and k? Zero don't care, one don't care. أيوة أحسن. حفظت خلاص. أحسنت. عيدني قول لي إياهم. Zero don't care. Zero don't care, one don't care. لا don't care one ولا؟ one don't care. بعدها don't care zero. لا don't care one. معليش بعدين don't care zero. بعدين انت كير زيرو. Very good. Very good. Okay. كويس. So let's no, we don't need this, do we? ما نحتاج هذا حق ال مش هذا. احنا نبغى ال نبغى ال characteristic table. ال characteristic table هو اللي هو هذا لما تكون عندك J و K ايش يصير لل next state. ف 0 0 0 1 1 0 1 1. فلما يكون 0 0 يساوي no change معناته يساوي next state تساوي current state. هنا حيسوي reset حيصير صفر. هذا set فحيسوي 1 وهذا toggle يعني يقلب يعني next state يساوي current state bar. okay. فهذا الكاركتر اللي نبغى هذا في الاناليسيس نستخدم هذا يسموها characteristic table. يعني كيف JK يشتغل. فنبدأ هنا إيش عندنا؟ عندنا 1 1 1. then يعني الحالة هذه it will toggle. فإذا what's the current state حاليا؟ 0. إذا حتقلبها حتصير 1. نفس الشيء هنا toggle كانت 0 فحتصير 1. هنا no change فإن state يقعد هو نفسه كان 1 يقعد 1. هنا كان 1 يقعد 1 no change no change. كان 0 يقعد 0 برضو no change. كان 0 يقعد 0 no change. كان 1 يقعد 1 no change. كان 1 يقعد 1. اوكي بالنسبة للدي ال next state is exactly the same as this one exactly. هذا الحلو في الدي انه يعني سهل البيهيفير حقه واضحه ما فيها لا تيبل اكسيتيشن ولا اتس فيري ذاتس ات شس متساويين اكزاكتلي ذا سيم. اورايت خلصنا ال واتس ذا لاست ستيب الستاتيك دايجرام ستيت تيبل ستيت دايجرام ستيت دايجرام فعندي كم عندي ستيتس 4 0 0 0 1 1 0 1 1 4 states 0 0 0 1 1 0 1 1. اوكي ليتس ستارت. اذا انت في ستيت 0 0 والانبوت از 0 وير دو يو جو 1 1 لا 1 0. هذا الفليب فلوب انبوتس مش النكست اول انا على طول اروح اللي بعده. ايوه فايف يو ار ان ستيت 0 0 you're gonna go to state 1 0 1 0. you're gonna state 1 0 اللي هو هذا. خلنا نبدل اللون عشان بس ايش يكون احلى.
هذا في حالة x is 0. Very good. Next, if you are in state 0, 1, x is 0, where do you go? 1, 0. If you're in state 1, 0, and one x one. Is 0, you go to 1, 1. If you're in state 1, 1, and x is 0, you go to 1, 0. If you're in state 0, 0, and input is 1, you go to 0, 0. If you're in state 0, 1, and your input is 1, you go to 0, 0. If you are in state 1, 0, and the input is 1, you go to 1, 1. فإذا 1, 0, معناته نفس السهم. فخلاص بنحط فاصل, نحط 1. سواء كان x is 0 or 1, you're going to go to 1, 1. أخيرا, if you're in state 1, 1, and the input is 1, you go to 1, 0. معناته برضو هذا نفس الشيء. سواء كان x is 0 or 1, you're going to go here. Agree. كبيش. Okay. في قال لك في سؤال هذا. Okay. حول هذا state diagram إلى state machine diagram. Diagram. Okay, so we're going to have to convert it into state machine diagram. فما بنستعمل zeros and ones. هنستخدم boolean expressions. X و X bar. فهنا انتقال مثلا هذا في حالة x, هذا في حالة x, هذا في حالة x bar, هذا في حالة x bar, هذا في حالة zero or one, على to one. X bar or X. X bar or X. تاني إيش؟ دي واحد. One. Yes. X bar or X. بعد نفس الشيء هنا. خلاص. دكتور, هل ممكن دكتور يطلب مني استخدم مثلا ميلي بدال او مثلا مور بدال ميلي؟ يعني حسب احنا دائما نستخدم ميلي اغلب الوقت, فهل ممكن يطلب مني استخدم مور مثلا؟ نعم, بس في بعض الدوائر you cannot use مور, يعني مور مش دائما ممكن, لانه المور اذا الاوتبوت يعتمد على الانبوت مثلا في الايكويجن هذه في الدائره هذه. لحظة, شفت الأوتبوت زد يعتمد على X, فكيف يكون مور؟ يستحيل, ما تقدر تخليه مور. تذكروا وش قلنا احنا, الفرق بين مور وميلي, هذا مور وميلي, لأنه الأوتبوت إذا الأوتبوت يعتمد على X you have to use ميلي, you cannot use مور. إذا الأوتبوت ما يعتمد على X فقط يعتمد على الstate variables هذا وهذا, أوكي then it's more, you can use more. Okay. Another problem. نسوي design problem. تصميم. Some reset dominant flip flop.
هذا السؤال مثلا ايش يقول؟ يقول انه reset dominant flip flop has set and reset inputs. شوف فيها set and reset input. It differs from conversion as a flip flop in that when both SD and RD are equal to 1, the flip flop is reset. احنا نعرف انه ال هذا ال SR flip flop ايش يسوي؟ اذا 0 0 يسوي no change. يعني ال Q next يساوي ال Q current. هنا حيسوي reset يعني يسوي صفر. So it's a reset. هنا حيسوي set يعني النتيجة 1. Next state حتكون 1. فقبل ال SR flip flop كان عنده مشكلة هنا. كان ما يشتغل. كان عنده problem. Now قال لك لا. نبغى نسوي واحد ما يكون فيه problem. نبغاه يصير يشتغل لما يجيه 1-1 يسوي reset. يعني يروح للصفر. ف this is state diagram. It's a Moore type state diagram. فعندك two states. عندك state 0 or 1. State يا 0 وعندك 1 variable بس. يا 1 state variable q. فيكون يا صفر يا 1. ف if you have a 0 and you get a 0 0 then it's no change. اللي في حالة الزيرو زيرو. في حالة الزيرو وان you're gonna do a reset. Then also that means you're gonna stay here. في حالة الزيرو وان. S يساوي زيرو و R يساوي وان. في حالة الوان زيرو you're gonna do a set. معناته you're gonna move here. وان زيرو. حالة الوان وان you're gonna do a reset now. That means you're gonna go also. You're gonna stay in the same place. فتلاحظ إنه هنا قاعد أرسم نفس السهم من ثلاث مرات. إزعاج صح؟ عشان نختصر ما في داعي أقدر أرسم الأسهم هذه ألف مليون مرة. برسمها مرة واحدة وبحط فواصل. بقول أوكي هذا الانتقال نفس ستيت يحصل في الزيرو زيرو أور يحصل في الزيرو وان أو يحصل في الوان وان. في كل الحالات هذه يحصل وفي ال 1 0 يصير انتقال. فهي if you are in state 1 وجاك 0 0 it's a no change for you're gonna stay here. هذا جاك 0 0. اذا جاك 0 1 you're gonna do a reset معناته حتروح ل state 0. اذا جاك 1 0 you're gonna do a set معناته حيقعد في state 1. Basically it's the same situation. Yeah, 1-0, you're going to stay here. 1-1, also you're going to do a reset. And after you're going to go to state 0. So here, my state هذا, 1-1. So you're going to move to one, from state 1 to state 0 if you get a 0-1, اللي هي reset, or you get a 1-1. And حسب الديفينيشن الجديدة, 1-1, هي reset. Okay, so عملنا state diagram. هذا ال state table. Design the reset dominant flip-flop by using the conventional SR flip-flop. اوكي هنا بنسوي state table كامل فهذا الانبوتس SDRD والcurrent state عندي بس one state variable QT عبينا truth table now we can fill the rest next state وال next state وال ما عنده output so what is the input of the SR latch عشان ننفذه لانه لازم تختار فليب فلوب فهو يبغانا نستخدم اس ار فليب فلوب مش دي فليب فلوب اس ار فليب فلوب عشان تنفذ ال اذا بنستخدم دي ما نحتاج هذا خلاص ما نحتاج بس اذا بنستخدم دي فليب اس ار لاتش ولا جي كي لاتش ولا تي لاتش وي هاف تو ولا تي فليب فلوب عفوا ولا جي كي فليب فلوب ولا اس ار فليب وي هاف تو دو اكسترا فليب فلوب انبوتس ما هذه لاتش غلط صراحه اتس لاتش اتس نوت ا فليب فلوب Anyway, طيب. So, قلنا زي ما قلنا anyway, حسب state diagram, هنا no change for state 0. هنا no change for state 1. هنا reset, فالنتيجة هتكون 0, 0. هنا set,
النتيجة هتكون 1-1، وهنا 1-1 يعني reset حسب الديفينيشن هذا، فتصير 0-0. Very good. إذا كان بنستخدم دي فليب فلوب خلاص الإيكويشن حق النكست ستيت هتكون sum of the midterms. مين هما؟ midterm 1 0 1 2 3 4 5. طبعا إذا بنختصرها بنسوي كارنو ماب. كارنو ماب. So عندي variables هذا SD RD QT Q the current state. Alright, let's fill 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1. اوكي، هل في جروب ابو 8 ما في؟ ابو 4 ثلاثة ما في. سو ابو 2 في عندك هذا وفي عندك هذا. So that means this equation now is just الجروب هذا يعطينا SD مع ايش؟ مع RD بار. RD بار. والثاني يعطينا RD بار مع Q، وفي RD بار is a common factor، فممكن نحطها common factor أيضا if you want، maybe it's better. So SD or alright. So therefore now to عشان نفذ ال SR latch خلينا نصورها بصورة. So the SR latch حقتنا هذا هذا D flip flop D وهذه ال clock. Q All right. وهذا يلف برضو الكيو بار يلف إذا احتاجه، بس ما نحتاجه صراحة. clock وعندي two inputs SD و RD. والإكويشن فيها OR؟ لا، فيها AND أول شيء. بنستخدم هذه AND RD بار، أو ما سوينا RD بار. دكتور عندي سؤال بس. أيوة. الحين مثلا يوم حضرت الدكتور يوم أخذت RD بار على المشترك. ايوه فوق يمين، إيه هل هذه كذا نقصت الانبوت كاست ولا لا؟ والله الكوست هو ايش هنا؟ 2 بلس 2 بلس 2 6 6 صح؟ 6 ايه جيت انبوت كاست 6 ولا؟ إيه. هذا الجيت انبوت كاست كم؟ 2 مع 2 فأقل 4 هذا مش أقل أحسن. فآر دي بار آر دي بار هنا بعدين بنسوي OR بين SD and QT. ال QT هو هذا خلاص، هذا تنفيذ ال SR latch يسموها reset dominant SR latch باستخدام D flip flop. بس إذا بنستخدم زي ما قلنا هو طلب SR latch فهذا كله يصير ما له معنى. We have to continue first.
ما كملنا، لازم نحسب الـ inputs. So we have to compute فلازم نكمل نحسب الفليب فلوب انبوتس او اللاتش انبوتس. اوكي، فكيف يشتغل؟ لازم نعرف الكاركترستيك حقته. الله يعين عليه. الكاركترستيك حقته نحن نسوي ديزاين الحين. سو عندنا الكيو النيو، كان اسمه الكاركترستيك ولا كان لها اسم ثاني؟ اكسيتيشن تيبل. اكسيتيشن تيبل فزيرو زيرو زيرو وان وان زيرو وان وان. فكيف يشتغل هو هذا حبيبنا؟ عشان ينتقل من زيرو لزيرو يا سوى ريسيت او سوى نو تشينج، يعني يا زيرو زيرو او ريسيت يعني زيرو وان. فاذا زيرو دكتور معلش بس موجود تحت على اليسار. ايوه نعم موجود تحت على اليسار فما يحتاج. اي حاطينه هنا. اوكي اوكي anyway I was playing it. Thank you very much. Well, you saved me time. فموجود هنا عندك. Thank you. So هنا الانتقال صار من صفر الى صفر، اللي هي الانتقال هذا. فنحط zero don't care. Thank you. مين اللي اقترح الاقتراح؟ قال لي موجود نواف. دكتور نواف. Thank you نواف. Paying attention ما شاء الله. Thank you. So 1 1 x 0 انتقال من 0 0 0 x 1 0 0 1 0 1 1 0 be careful at 1 1 x 1 x 0 often. And then from 0 to 0 it is 0 x and from 1 to 0 it is 0 1. Okay, then now we have to find the equation for S, the equation for R. So it's just to do the Carnot maps. So 0x, 0, 0. بالنسبة للأولاني, 1x, 0, 0. بالنسبة لهذا, x, 0, 1x. وبالنسبة لهذا, 0, 0, 1x. Very good. Let's do the groupings. هل في أبو ثمانية؟ ما في. أبو أربعة؟ ما في. للأسف في بس هذا صح. فالنتيجة إيش؟ S D Q bar Q bar. Okay. What about this one? في group أبو أربعة. That's it. We're done. This group of 4 يجيب لنا إيش؟ RD. RD. Therefore, the implementation إيش؟ Very easy. بالنسبة للS مجرد نحط AND gate ونشبك عليها SD مع Q. نجيب لك Q. Q plus bar ولا؟ او فيها بار. سوري سو نجيب من هنا دي دي المفروض تكون ار دي. المفروض تكون ار دي. اي ار دي بار. مين هذه؟ ار دي بار. لا لسه لس لس المفروض تكون ار دي كيو دي اس دي قصدي وار دي بار. لا ما في ار دي. تختفي الار دي. لا مصفرين صفر. الجروب هذا شاطينا يا شباب. يعطينا اس دي وار دي بار من صفر لين صفر لانها الار دي بار مش الكيو. ايوه ريلي سو نوت ذس وان. صحيح ار دي بار الكيو هي اللي تختفي. اس دي ار دي كيو. اوكي ار دي بار يا دكتور.
So therefore, we don't need to do a sequential circuit. It's just نجيب RD bar. دكتور بس هنا ما في لوب، مو الحل يعتبر خاطئ او مثلا في مشكله؟ لا لا هو اصلا هنا it's a, there is a flip flop so it's not a sequential circuit. ما هي sequential circuit لكن it is a, it's a flip flop جديد اسمه هذا reset dominant flip reset dominant flip flop. والثاني R يساوي ايش؟ RD. خلاص تن full mark. problem حلو ها؟ بعدين قال لك سوي atomic diagram. سهل وبسيط. ان شاء الله. سأبغى إذن الكل إن شاء الله يجيبوا فول مارك لو جاء زيه في الإجزام. ما هو قال لك سوي فول مارك هذا الكلاك وهذا الـ SD و RD. فإيش قلنا هو؟ يشتغل أنه يسوي كده. No change, reset, set to reset. بسم الله ترى. بسم الله. So بدينا هنا الـ Q current state 0. طبعا احنا شغالين على rising edge ولا إيش؟ هنفترض رايزنج ايدج من الرسمه تحت يسار تقدر تعرف حقت الكلاك لا تحت يسار قصدي الرسمه اللي سوينا فيها الدائره هنا احسنت رايزنج ثانك يو فيري ماتش سو رايزنج ايدج اوكي سو وي ار ان ستيت 0 بعدين هنا الاس يساوي 0 وهذا 0 اذا حيسوي ايش نو تشينج For the next rising edge, عندي 1 و 0. فحيسوي إيش؟ 1 0 set. إذن حتنتقل إلى 1. Now عندي 1 1. فإيش حيسوي؟ reset. حتنزل للزيرو. عندي هنا الحين قبل الأج بالضبط شوي نزلت للصفر. 0 1. 0 1 هذه عبارة عن reset. فإذن حيقعد نفس. Now here I have 0 1, which is reset. حيكمل الصفر. بعدين عندي 0 0, no change. حيكمل 0. بعدين عندي هنا 0 0, no change. حيكمل 0. Now here I have 1 1, اللي هي reset. حيكمل 0. بعدين 1 1, اللي هي reset. حيكمل 0. That's it. اللعبة 1-1. Yeah. So, well, example ما كان في تغييرات كثير بس يعني still it's easy to mark بالنسبة لي لما جينا سؤال أصلح بسرعة أشوف كده أعطي full mark ما أشوف كده أعطي okay. All right. Thank you very much, guys, for the lovely time you have spent together in this course. It was really lovely teaching you. لأنه أحسن دفعة درستها so far في الدفعات اللي هال 211. وأنت أحسن دكتور. بارك الله. هذا واقع. هذا واقع. جزاك الله يا ول. ما شاء الله. أحس أنا الحين دموعي قاعدة تنزل. ما تشوفوني بس ترى في دموع تنزل. حياكم الله. So it was very nice. I wish you all the best, inshallah, for your in your final exam, and in your future studies, inshallah, في بقية البرنامج. الله يوفقكم إن شاء الله ونشوفكم بعد 4 سنين متخرجين ونحضر حفلة تخرج حقكم إن شاء الله. آمين. دورك إن شاء الله. آمين. يعطيك العافية دكتور. Okay. حياكم الله. So. دكتور خلاص نشوفكم نعم فضل. هل درس اي ماده ثانيه غير هذه يا دكتور؟ ايوه بعض الاحيان ادرس دي اس بي ديجيتال سيجنال بروسيسنج درستها قبل درست راندوم بروسيسز راندوم فاريبلز بس ادرس دائما الكورس هذا اغلب الاحيان الكورس هذا وفي ماستر كورس يعني ادرس اغلب الاحيان بعض الاحيان اخذ كورس ثاني اندر جراد بس قليل صراحه هل في امل تاخذ 200 ان شاء الله ان شاء الله
ان شاء الله نشوفكم ان شاء الله قريب في كورس ثاني. 212 حاليا لا، الترم الجاي لا ما عندي، عندي 211 فقط وكورس ثاني دي اس بي عندي. فان شاء الله نشوفكم بس في كورسات اخرى ان شاء الله، نتمنى نشوفكم ان شاء الله في كورسات اخرى او على في نهايه الامر نشوفكم متخرجين ان شاء الله، نحضر حفله التخرج حقتكم ان شاء الله يا رب. امين. الله يعافيك. الله يعافيكم اجمعين، الله يحفظكم ان شاء الله في هذه الاوقات الصعبه، والله يوفقكم ان شاء الله، وشكرا لكم، حياكم الله، جزاك على خير. ونشوفكم يوم، نراكم على خير، نشوفكم يوم الامتحان، واذا في سؤال في نسأله بالايميل ان شاء الله، ما في مشكله نحاول نجاوب عليه. تمام، شكرا لك، يلا الى اللقاء، السلام عليكم، حياكم الله.